بارك الله فيك. تختار أسئلة بشكل عفوي وتجاوب عليها بشكل عفوي. نبدأ على بركة الله. كيف اخترت التخصص؟ الميول والحب، يعني نحب هذا التخصص، تخصص التجارة نحبه بزاف، والميول يعني ميولي إلى التجارة، ولو أنه عندي قدرات علمية وعندي قدرات أدبية أكثر. قدرات أدبية ما شاء الله، كثير من الناس قالوا لي يعني كنا نعتقد أنك غادي تدير أدب، يعني تدير فلسفة ولا تدير أدب عربي ولا نقد، إلى أنني أنا درت تخصص تجارة لأني نبغي تجارة بزاف، وأرى نفسي يعني نقدر نمد فيها أكثر من أني نمد في جهة أخرى. من الأول كنت مبرمج أني نقرا اقتصاد، يعني هذا التخصص يعني عجبني بزاف، وأيضا عندي فيها عندي ما نعطي فيه في الناحية. أما من ناحية يعني الجامعة، خاصني يعني حتى في الجامعة تعود تأكد أنك تخصص يعني اقتصاد، يعني كنت قادر أني ندخل علوم إنسانية يعني بناء على التخصص أو علم الاجتماع، ولكن حاولت أني نكمل في هذا المجال الاقتصادي، لأنه في الحقيقة يعني معظم يعني لا أقول من ناحية الوظيف العمومي، لأنه يعني معظم الأوقات يعني يكون من ناحية تخصص مطلوب. هل ندمت على دراستك هذا التخصص؟ في الحقيقة لا، لأنني أنا شخصيا أختار تخصصي، اخترته من السنة الثانية ثانوي، وفكرت فيه من السنة الرابعة متوسط، يعني مهار كنت نجتاز شهادة البيع. ولذلك هذه كنصيحة أنه لازم تختار تخصص اللي تبغيه، اللي ترتاح فيه، واللي عندك فيه القدرات، يعني تكون عندك قدرات ومهارات فيه أكثر، وما غاديش تندم عليه. وصراحة يعني من الليسي، قلت لك من الليسي راني في التخصص إلى يعني إلى هذا الطور، ومازالي على نفس التخصص، يعني ما ندمش على التخصص. الحقيقة أنا لم أندم على دراسة التخصص، وخاصة أنه التخصص كان من يعني كنت اخترته من الثانوية، لأنه اقتصاد راح تبدأ من الثانوية. في الجامعة تلقيت عراقيل في التخصص تاعي، أيضا حاولت أني تجاوزها. كان أيضا يعني صدمت بعد الواقع كان صرنا في الجامعة من ناحية يعني التغيير شوية، يعني من ناحية الثانوي الجامعي كان أمور كثيرة تغير، راح يعني تغيير نمط الدراسة تاعك، تغير شوية تلقى أيضا يعني كانت تجربة فوتها. أيضا حاولت أني رغم قاعد العراقيل حاولت أني نوصل المبتغى تاعي هو شهادة الماستر الحمد لله. تخصص العلوم التجارية ككل يتميز إلى أنه تخصص عملي، تخصص نظري، أبسط واحد أصغر واحد نهار يكون يقرأ تجارة غادي يعرف كيفاش يسير أموال، لأنه جميعنا عندنا أموال. نهار تكون تقرأ تجارة غادي تعرف كيفاش تسير أموالك، منين تجيبهم وين تحطهم. تخصص التسويق يعني خصوصا هذا التخصص يعجبني، لأنه يمكن لك من التميز، كيفاش تتميز بأموالك، كيفاش تميز بقدراتك، كيفاش تميز بترشيد الاستهلاك تاعك، ولانه يتعامل ببساطه مع الناس، لانه هذه حاجه عمليه اجتماعيه مليحه بزاف. اول ميزه باختصار، اول ميزه كنت تكلمت عليها انه اول حاجه يعني تخصص جامع لكل تخصصات، وايضا ليس يعني ما راه من الادب وما راه من العلوم، يعني علم الماده هو تخصص يعني بسيط. كيفاش كان اول امتحان؟ بساطة سهل، يعني غادي تحضر غادي يجيك الامتحان سهل. هذه هي الحقيقة. أول امتحان كان في مادة اللي هي تاريخ الوقائع الاقتصادية، كانت مادة عادية فيها تحضر شوية عن التاريخ الاقتصادي، يعني كان أول امتحان رائع، يعني فوت عادي وأيضا بلعت الموديل. كيفاش كنت تشوف الجامعة من قبل؟ أني راح نفوتها بكل يعني كيما فوت سميتو الثانوي راح نفوت الجامعة، ولكن حقيقة الواقع كان شوية مر، يعني كان شوية مر، لأنه يعني حتى أنا يعني ناحيتي هي كانت تجربة مريت بها بزاف، تلقيت عراقيل من ناحية الأساتذة، يعني كان بعض لا أقول الكل. قبل كنا نشوف الجامعة على أنها الحلم الأول، يعني الحلم الوحيد أننا نلحقوا للجامعة، كنت نشوفها كحلم. بعد الجامعة احنا متخرجين مؤخرا، يعني هذا العام الاول اللي راح ندخلوا هذه التجربه اللي هي تجربه البطاله المقنعه صح التعبير، يعني من المنظور الاقتصادي. وبعد الجامعه وليت نشوفها كخطوه اوليه فقط، يعني بانت لي هي كخطوه اوليه، هي كباب ولا كعتبه للحياه العمليه،
ما هي والو، هي الا انك فقط باب يفتح لك ويعطيك فرص وقدرات باش تنمي رغباتك وتنمي قدراتك باش تنجم تأدي واش راك باغي في المستقبل. واش كانت اصعب ماده درستها في الجامعه؟ اصعب ماده كانت ماده الرياضيات، ماده الرياضيات لانها كانت يعني كانت نظريه. احنا رياضيات نقراوها في تخصص التجاره في البدايه، نقراوها نظريه نوعا ما. هذيك النظريه كانت تبان لي صعيبه شويه، حتى اني صراحه ما كنتش نجيب فيها مليح في الثلاثي الاول، ما جبتش فيها مليح، الا انه من بعد بالمطول يعني كانت حسن. اصعب ماده يعني درستها في الجامعه هو يعني كانت يعني بالنسبه يعني لهذا العام واخر هذا العام، كانت هي تقنيات الكميه، تقنيات كميه. هذا الموديل كنت تلقى فيه عراقيل بزاف، يعني من ناحيه الاستاذ وايضا حتى من ناحيه الماده. وكيف كانت تجربتك مع الباك؟ يعني في الحقيقه تجربه البكالوريا هي تجربه مثل كاع الناس تكونوا متخوفين منها في البدايه، الا اننا كنوصلوا لها يكون واحد الجد وواحد الاجتهاد وواحد الخوف ثاني في الاخير، خاصه في الايام الاخيره ايام الاجتياز ما كنا نجتازوا، والخوف يزداد يعني وترتفع درجه نهار يقربوا النتائج. يعني كي تقرب نتائج البكالوريا هذا يخلينا نزيدوا اكثر خوف واكثر حرص. وفي الاخير يعني كاين في الفوز والنجاح يعني يكون اكبر فرحه، هذيك هي. هذا ما يعنيش انه اللي ما داش ما غاديش يفرح، يعني يفرح بطريقه عاديه، لانه يزيد يجتهد وكاين فرصه اخرى. في ناحيه الباك يعني طول 3 سنوات اللي فوتها في الثانوي، يعني فوتها بواحد الرياحيه ايضا من ناحيه المراجعه، من ناحيه ايضا فوتها بدون يعني الباك ديته من اول عام ليا، اول عام فوتها اول عام ديته. كانت تجربه يعني لا اقول يعني صعبه، ولكنها كانت تجربه عاديه فوتها بكل اريحيه. بالنسبه للفئه اللي نجحوا في البكالوريا، اولا نهنيهم ونقول لهم يعني لازم الحرص في اختيار تخصص. ما تختارش تخصص لانهم قالوا لك ولا لانه صاحبك دار ولا لانه المعدل تاعك يكفي، لانه كاين اللي يشوف روحو قدام معدل كبير يدي داك التخصص وهو ما عندهش قدرات فيه. ندير انا تخصص نجم ندخله بمعدل 10 وانا عندي 15 ولكن نبغيه وعندي تميز فيه. اذا نختار تخصص اللي عندنا تميز فيه واللي نحبوه، الحب والرغبه هذه. ولكن هم يعني ممكن انه الواحد يشوف الميولات نتاعو بطبيعه الحال، انه ممكن انا بديتها من الثانويه اني يعني اقتصاد كثير، ممكن واحد انه يعني يقرا له تجربيه من وصل للجامعه ممكن يغير التخصص تاعو بناء على انه تلقى صعوبات في الثانويه او انه غير. واقول ايضا انه الواحد يعني كما قلت يشوف الميولات تاعو بدون اجبار، او يعني لا واحد يجبره يقول له دير هذا التخصص دير التخصص، لانه راح يندم. وايضا ممكن انه يبلوكي العام واللي يعاود بدا فينا، يعني اي واحد راح مقبل على الجامعه ان شاء الله هذا العام يركز على التخصص تاعو، ايضا يركز على الميول تاعو، ايضا المجال تاعو اللي راح يقدر يمد فيه ويقدر يتوظف فيه ان شاء الله. بالنسبه للماده واش البكالوريا، هذه مش اخر خطوه وانما العكس، انت عندك فرصه اكبر انك تدي بنقطه اعلى، انك تدي بنقطه احسن، انك تزيد تقرا. فقط عليك ان تحوس على وراء الخلل باش ما تديش الباك. بين التجارب اللي لقيتها كاين واحد ما داش الباك، ولكن حاول انه راح المعاد دوكا ولا عنده يعني تم ناحيه يعني السي في نتاعو تلقى عنده جوج شهادات، يعني تلقى عنده البكالوريا ايضا تلقى عنده شهاده تاع المعهد، وايضا راح لازاد يزيد ليسونس ويزيد الماستر، يعني ما يحبس، يعني حاول انه يطور مهاراته. وايضا تم ناحيه اللغات، انا نركز ايضا على اللغات، يعني ما يحاولش واحد يركز على التخصص تاعو، حاول انه ينفتح على المجالات الاخرى كل انجليزي وخاصه الفرنسي، وهذو اللي يحتاجهم في التخصص تاعو خاصه الانجليزيه بالنسبه للاقتصاد.